كلنا عارفين ان في كذا مطور دلوقتي حاليا بيشتغل على لعبة بروجكت بلاي تايم للموبايل، واحد المطورين ده نزل اصدار جديد، فتعالوا نخش نجربه مع بعض. طبعا ده غير الاصدار اللي فات، فتعالوا بقى نشوف اصدار جديد من مطور تاني. يلا بينا يا شباب. بس قبل ما نبدأ كده، انا شايف هنا ايه ده؟ انت مش عامل لايك ليه؟ ها قول لي بس كده، انت مش عامل لايك ليه؟ بتنزل كده يا صاحبي، اضغط اللايك والسبسكرايب، اشترك معانا عشان نكمل ان شاء الله لل10,000. يلا بينا على طول نجرب الماب او التحديث الجديد. طيب يا شباب، انا دخلت دلوقتي على الموبايل، ودلوقتي المفروض نجرب التحديث الجديد. ماشي، حاجات جديده، هي اضافات جديده، هي دي الاضافه الجديده الوحيده. تمام، ماشي، هي مجرد بس سكنات للوحوش وسكنات للي هم الجزء الثاني. تمام، هو ده بس. يعني المطور ماشي بسرعة السلحفة. طيب خلينا نجرب نخش، ممكن اعمل حاجة جديدة في التحديث، في المبات او اللعبة. حرفيا مفيش حاجة، بوكس بو اهوت، مفيش اي حاجة جديدة، الدنيا ضلمة ومفيش اي حاجة. طب نخش الماب التاني، برضه مفيش حاجة، اهو بنقتله الاتنين دول وخلاص. المطور بصراحة يعني هو سريع وبينزل الحاجات بسرعة، لكن مش التحديث اللي مطلوب، او مش موضوع اللي احنا عايزين نلعب، مش عايزين نتفرج كده وخلاص. بص، هو بينزلها لك كده خلاص، هو كده اصدار جديد وخلاص. عايزين نلعب يا عم، عايزين نلعب بس كده. لو كده نكون انتهينا من فيديو النهاردة. اضغط اللايك واشتراك، شير الفيديو لصاحبك لو عايز تحمل اللعبة، رابط اللعبة في اول تعليق. ولو انت عايز شرح طريقة التثبيت بتاعة اللعبة، هسيب لك طريقة التثبيت برضك في اول تعليق. طيب كده انتهى فيديو النهاردة، سلام. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel